أتحدث في هذه الوقفة عن المخطط الأمريكي لوأد الثورة في البحرين. البحرين هذه الجزيرة الصغيرة في وسط الخليج لها أهمية كبيرة جدا لدى الإدارة الأمريكية، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول هو تواجد الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وهذه مصلحة كبيرة جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية لا تريد أن تفرط بها أبدا. والسبب الثاني لاهتمام أمريكا بالشأن البحريني هو كون البحرين محاذية للجمهورية الإسلامية، العدو اللدود بالنسبة لأمريكا. والسبب الثالث هو النفط الخليجي، باعتبار أن البحرين جزء من الخليج، وأن النفط الخليجي يصب في صالح أمريكا، لذلك تدافع أمريكا عن دول الخليج ومن ضمنها البحرين. أيضا الوجود الأمريكي في البحرين يساهم في توسيع النفوذ في المنطقة، باعتبار أن البحرين ومنطقة الخليج تغذي العالم الصناعي بأكمله بهذا النفط، فبإمكان أمريكا حينما تسيطر على البحرين وعلى دول الخليج أن تتحكم في الدول الصناعية في العالم. أمريكا من خلال الوثائق والتقارير التي تصدر من قبلهم تؤكد أن أمريكا تهتم بالشأن الداخلي البحريني بشكل كبير وبكل التفاصيل. الوثائق التي سربتها ويكيليكس تتحدث عن مراسلات بين السفارة الأمريكية البحرينية والإدارة الأمريكية في واشنطن، تتكلم عن وفد يزور المنامة ويراقب الشعائر الحسينية في المنامة، ويتحدث عن تفاصيل التفاصيل في مسألة النفوذ والحضور والتأثير والإعلام وكل ظاهرة من الظواهر. عندما نقرأ هذه الوثائق نجد أن هناك لغة استخباراتية، هذه اللغة الاستخباراتية لدراسة تفاصيل التفاصيل بالشأن البحريني. عندما نقرأ مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري كلينتون، نجد أن هناك اهتماما بتفاصيل التفاصيل الموجودة بالشأن البحريني، بالجماعات، بالولاءات، بالقدرات، بالإمكانات، بالنفوذ. كل هذه التفاصيل تتحدث عنها هذه المذكرات. أيضا هناك اجتماع أسبوعي لأصحاب القرار الأمريكي، متمثل في الرئيس الأمريكي ووزير الدفاع الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي ووزير التعليم الأمريكي ووزير الاقتصاد الأمريكي. هذا الاجتماع هو الذي يحدد سياسات أمريكا للعالم. في هذا الاجتماع الأسبوعي هناك وقت مخصص للبحرين وللحديث عن البحرين ولدراسة الشأن البحريني. عندما نجد هذا الاهتمام الكبير بالشأن البحريني وبتفاصيل الشأن الداخلي في البحرين، ولكن هناك ثغرة، وهي أن الأمريكان لم يتوقعوا صدور هذه الثورة في البحرين وحصول هذه الثورة في البحرين. تفاجأ الأمريكان، كل الوثائق تدلل ذلك، تفاجأ الأمريكان بحصول الثورة في البحرين. لم يكن في حسابات الأمريكان أن يكون هذا التفاعل الكبير من قبل أبناء الشعب البحريني مع ثورة 14 فبراير. لذلك
كانت المواقف في بداية الثورة مرتبكة غير واضحة بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، ولكن بعد أن قمعت الثورة في البحرين من قبل درع الجزيرة بدأت الإدارة الأمريكية ترتب أوراقها. في البداية كانت وزيرة الخارجية الأمريكية حين دخول درع الجزيرة إلى البحرين متواجدة في السعودية، وصرحت تصريح للإعلام وقالت بأن دخول درع الجزيرة إلى البحرين دخول شرعي، ولكن في المراسلات التي أرسلتها بالإيميل ونشرتها وثائق ويكيليكس إلى وزارة الخارجية الأمريكية وإلى صناع القرار الأمريكي كانت تتحدث عن قرار من ضباط كبار في الجيش السعودي بطلب من الملك حمد بأن يعملوا مجزرة في البحرين ولقتل أبناء الشعب البحريني من أجل فرض وسيطرة وهيمنة الوضع والسلطة الخليفية في البحرين. وقبل دخول درع الجزيرة بيوم أو يومين زار وزير الدفاع الأمريكي البحرين لمدة 5 ساعات، وفي هذه الزيارة السريعة الخاطفة التقى بالملك في البحرين وأخبره رسالة واضحة بأننا سنقف معك مهما فعلت في البحرين، يعني أعطاه الضوء الأخضر لقمع أبناء الشعب البحريني والثورة البحرانية. ولكن بعد القمع الذي حصل لدوار اللؤلؤة واعتقال القيادات وقمع الشعب البحريني، وجلس صناع القرار الأمريكي ووضعوا خطة من 3 مراحل. هذه الخطة موجودة في التقارير الأمريكية الرسمية، يصنعها ويضع هذه الخطة هي صناع القرار مكونة من 5 أفراد: الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير التعليم. هذه الخطة خطة متكاملة الأبعاد تتكلم عن 3 مراحل. المرحلة الأولى سموها بتغيير الأذهان، والمرحلة الثانية سموها بتغيير السلوك، والمرحلة الثالثة سموها بتغيير المسار. في بداية الأمر هناك في عملية والمرحلة الأولى لتغيير الأذهان هناك عمل سياسي وهناك عمل أمني وهناك عمل ثقافي للوصول إلى هذه النتيجة. في العمل السياسي والأمني قاموا باعتقال الخط الثوري والقيادات الثورية وإبعادهم عن المشهد السياسي بشكل كامل وإعطاء فرصة ومساحة للخيار السياسي أن يعبر عن وجهة نظره، وذلك من خلال التظاهرات المرخصة الرسمية ومن خلال اللقاءات مع الجماهير ومن خلال اللقاءات التلفزيونية والصحفية وتضييق الخناق على الخط الثوري من خلال ملاحقة الشباب واعتقال الشباب واستهدافهم برصاص الشوزن وإعطاء الفرصة للعمل التنظيمي للعمل السياسي المطالب بإصلاح النظام. عندما شعر الأمريكان بأنهم استطاعوا السيطرة على الخط الثوري والقضاء على الخط الثوري بدأوا المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بنفس الآليات والأدوات التي استخدمت لقمع الخط الثوري قاموا باستهداف الخط السياسي والمعارضة السياسية، منعوا التظاهرات وقاموا باعتقال القيادات وتم إبعاد الوجوه السياسية عن الخط عن الإعلام وعن التصريحات الصحفية وعن التلفاز ومنعوهم من الخطابة في المآتم
والمساجد وفي التجمعات، وفتحوا مساحة للحراك والعمل الحقوقي، وأعطوا بعض الحصانة الشكلية للحراك الحقوقي في البحرين. عندما يضيق الخناق على النشطاء السياسيين والذين يتحركون في النشاط السياسي ويجدون أن هناك فسحة في العمل الحقوقي، فإن نشطاء السياسيين يتحولون من نشطاء سياسيين إلى نشطاء حقوق إنسان. وتقوم الإدارة الأمريكية بتسليط الضوء على نشطاء حقوق الإنسان والنشاط الحقوقي، وتقوم بحماية لنشطاء حقوق الإنسان، وإبراز انتصارات شكلية لا تمس عمق الحقيقة والجوهر والقضية البحرانية، لكي يتحول نشطاء السياسيين في البحرين إلى نشطاء حقوق الإنسان. بل أكثر من ذلك، تقوم الإدارة الأمريكية بتمويل كل المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان، وتشجع على افتتاح مؤسسات وجمعيات ومنظمات حقوق إنسان جديدة، وبذلك يتحول نشطاء السياسيين إلى نشطاء حقوق الإنسان. اليوم نظرة خاطفة، إذا تشاهدون الذين كانوا يتحدثون في التلفاز بأنهم كانوا نشطاء سياسيين، اليوم تحولوا ثلاثة أرباعهم إلى نشطاء حقوقيين، وهذه خطة مكتوبة، لا أتكلم عن قراءة خارجية، هذه خطة كتبها الأمريكان قبل عدة سنوات وتنفذت اليوم، وهذه التقارير موجودة. وهناك عمل على ترجمة هذه الدراسات وكتابتها وإظهارها إن شاء الله في المستقبل القريب. عندما تنجح الإدارة الأمريكية في تحويل نشطاء حقوق الإنسان، في تحويل النشطاء السياسيين إلى نشطاء حقوق الإنسان، تتحقق لديهم غاية وهدف، وهذه الغاية أن القوى الثورية والثوريين إذا انتصروا فإن ذلك سوف يضرر المصالح الأمريكية في البحرين حتما. إذا الجماعات الثورية في البحرين انتصرت وغيرت النظام في البحرين، فإن المصالح الأمريكية حتما بلا أدنى شك أو تردد سوف تتضرر مصالحهم في البحرين. وإذا تحولت الجماهير واختارت الجماهير خيار المصالحة، فإنه قد تتضرر المصالح الأمريكية وقد لا تتضرر المصالح الأمريكية. إذا حصلنا على حكومة منتخبة، فإن الحكومة المنتخبة قد تأتي حكومة تؤمن المصالح الأمريكية، وقد تأتي حكومة أخرى لا تؤمن المصالح الأمريكية. فعليه الإدارة الأمريكية ومصالح الإدارة الأمريكية لا تكون مستقرة. أما إذا تحولت الجماهير وتحول الناس وتفكير النشطاء والنخب في مجال حقوق الإنسان ولا يتعدى ذلك، فإنه في حال حصلت انتصارات للشعب البحريني في مساحة حقوق الإنسان، فإن ذلك لن ينعكس بالضرر على مصالح الإدارة الأمريكية أبدا في البحرين، بل قد يشكر الناس الإدارة الأمريكية لأنها دعمت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وروجت ثقافة حقوق الإنسان في البحرين. في آخر تقرير كتبته الإدارة الأمريكية وأصحاب القرار الأمريكي، تم الانتهاء منه في تاريخ 18 مارس 2016 وهو الآن قيد التنفيذ. في هذا التقرير يشير إلى هدفين لدى الإدارة الأمريكية يراد تحقيقهم في البحرين. الهدف الأول فصل الدين عن السياسة، والهدف الثاني
دفع المعارضة في البحرين للمشاركة في انتخابات 2018. الهدف الأول، قامت السلطة بإعاز من أمريكا وبتخطيط من أمريكا بعدة خطوات. الخطوة الأولى إقرار سيداو، اتفاقية سيداو، والقرار الثاني قرار منع رجال الدين من المشاركة في الأحزاب السياسية، والقرار الثالث منع رجال الدين من الخطابة السياسية بدون إذن أو ترخيص. وهناك عدة خطوات ستقدم عليها السلطة من أجل هذا الهدف، وهو فصل الدين عن السياسة. وإن اعتقال سمعت الشيخ محمد المنسي فرج الله عنه، واستدعاء الشيخ محمد علي المحفوظ وسماحة الشيخ حمزة الحواج وبقية العلماء، كله يصب في هذا الاتجاه، بحيث أن لا يكون لعلماء الدين دور سياسي في البحرين. لأن الإدارة الأمريكية تعتقد، وهو اعتقاد حقيقي وصحيح، أن الذي يدفع الناس للتضحية ويدفع الناس للصبر ويدفع الناس لأن يتحدوا الطاغوت هو الدافع الديني، وأن علماء الدين لهم دور في هذا المجال. لذلك اليوم هم يريدون إبعاد علماء الدين عن الشأن السياسي، ويريدون فصل الدين عن السياسة. أما بخصوص تحقيق الهدف الثاني، وهو الدفع في اتجاه مشاركة المعارضة في انتخابات 2018 من دون حصول أي تغيير جوهري وحقيقي في البحرين، تارة يتحدث عن إجراء إصلاحات ومشاركة، وتارة وهو ما هو مطلوب اليوم يتحدثون عن مشاركة بدون حصول أي تغيير على الساحة. عندما زار وزير الخارجية الأمريكي البحرين تحدث مع المعارضة بشكل واضح وصريح، عليكم أن تشاركوا في انتخابات 2018، انتهى الموضوع. وقال أنكم ارتكبتم خطأ حينما قاطعتم الانتخابات السابقة، وإذا قاطعتم الانتخابات القادمة سوف يزيدكم عزلة دولية ولن نوفر لكم الحماية. ومن أجل هذا الهدف أقدمت السلطة على عدة خطوات. أحد أهم الخطوات التي أقدمت عليها السلطة من أجل تحقيق هذا الهدف هو استبدال القيادات الرئيسية للجمعيات السياسية في البحرين. عندما نأتي لجمعية الوفاق الوطني نجد اعتقال سماحة الشيخ علي سلمان وابعاده عن المشهد. عندما نأتي إلى جمعية التجمع الوحدوي نجد اعتقال الأستاذ فاضل عباس، وعندما نأتي إلى جمعية وعد نجد تغييب الأستاذ إبراهيم شريف. واستبدال هذه القيادات بقيادات حسب تعبيرهم قيادات مرنة، لأنهم يعتبرون أن هذه القيادات التي اعتقلت هي قيادات متشددة في نظرهم. أيضا مشروع يعملون عليه في البحرين، وقد بدأ هذا المشروع قبل عدة أشهر تحت عنوان التشيع المعتدل. هذا التشيع المعتدل في نظر أمريكا عملت عليه السفارة الأمريكية قبل عدة أشهر، وذلك من خلال إقامة دورات في الإعلام وفي السياسة وفي الإدارة وفي حقوق الإنسان، وبعثات دراسية للشباب والنخب
إلى أمريكا من أجل تغيير طريقة التفكير الشيعي في البحرين من تفكير أيديولوجي إلى تفكير برغماتي، تفكير يتناسب ويتناغم مع المشروع الأمريكي في البحرين، ويكون بذلك تحققت الأهداف التي رسمتها الإدارة الأمريكية من تغيير الأذهان وتغيير السلوك وتغيير المسار. نحن اليوم في صراع مباشر مع الإدارة الأمريكية. السلطة الخليفية انتهى الصراع معها في 14 فبراير وسقطت شرعية إدارة الخليفية السلطة الخليفية في البحرين. اليوم الذي يساند السلطة الخليفية في البحرين ويضع هذه الخطط هو الإدارة الأمريكية. لذلك نحن اليوم في صراع مباشر مع الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر يجعلنا أمام خيارين: إما أن نختار خيار الهزيمة والاستسلام والخضوع والخنوع باعتبار أننا لسنا بحجم هذه المعركة وهذا التحدي، وإما أن نستنفر طاقاتنا وجهودنا ونشحذ هممنا من أجل مواجهة هذا المشروع الاستكباري في البحرين. وعليه فإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا. اليوم تحول الصراع في البحرين بين مجموعة من الشباب مع الإدارة الأمريكية. كثير من الآباء والأمهات والناس قد تخلوا عن مسؤولياتهم اليوم، والشهيد هو أحدهم. اليوم المطاردون لا يجدون ملجأ ومأوى يأوون إليه. هذا الشهيد هو أحد ضحايا النظام، ولكن كم منا من البيوت تأوي أمثال هذا المطارد؟ كم منا من أبناء شعب البحرين يتحمل مسؤوليته لمواجهة هذا المشروع الكبير الضخم؟ نحن بحاجة أولا إلى وعي حجم المعركة والصراع، وثانيا بحاجة إلى خطة معاكسة لخطة الأمريكان، وهي تغيير الأذهان وتغيير السلوك وتغيير المسار، ولكن بخطط تفصيلية معاكسة لخطط الإدارة الأمريكية. أستميحكم عذرا على الإطالة، وأستغفر الله لي ولكم، ورحم الله من قرأ روح لروح الشهيد وأرواح بقية الشهداء سورة الفاتحة.